حياكم الله شباب، تحياتنا لكم، قناتكم الاولى وياكم خاصه بالبلاب. اذا ما مشترك اشترك، لايك للفيديو وصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. فيديو اليوم يخص سؤال بدا هسه يجينا، وهو انه الحق اكاثر البلابل او ما الحق، انه اقدر اخلي البلابل فوق السطح او ما اقدر. الموضوع طبيعي مثل ما قلت لكم، انا نزلت قبل فتره فيديو بهالخصوص. طبعا بالبدايه نعتذر، احتمال الصوت شويه ما يوصل لكم بسبب الهواء. المهم الموسم مثل ما قلت لكم يبدي من الثالث الى نهايه شهر العاشر. الموسم بالنسبه للبلابل اللي خارج البيت، اللي ظروفهن تشبه ظروف البلابل البريه. اما الظروف اذا كانت تكاثرك داخل البيت فالموسم مفتوح لك طول السنه، بس احنا ما لنا شغله بداخل البيت، بدنا نحكي على التكاثر اللي برا البيت. برا البيت موسمك يبدي من الثالث الى نهايه العاشر. هاي شغله اللخ. جماعه يقول لك انه اريد اصعد البلابل بالسطح بس بشهر السابع او الثامن يتحمل له، لا الموضوع عندك بس هالشهر تقدر تصعد بيه البلابل حتى الطيور تتاقلم وتدرج روحها ويا درجه الحراره من توصل الشهر السابع او الثامن او التاسع او العاشر. يعني انت اذا تريد لك نيه تخلي بلابلك فوق السطح، هسه عندك هذا الشهر كله الخامس، هاي الفتره بي، لانه الجو بعده بين الحار وبين البارد، يعني مو بارد، بين المعتدل. خلينا نقول البلبل هسه من تحولهن برا بسطح البلابل ما عليهن شيء، يتحملن الجو حلو، يعني خلينا نقول مو كلش حار. هنا البلبل ايش راح يسوي؟ راح ياقلم روحه ويدرج روحه ويا درجه الحراره، يتعود عليها شوي شوي، راح تزيد درجه الحراره طبيعي عند الموضوع حتى في شهر السابع والثامن والتاسع. انا بلابلي من 2017 او قبل 2017، بس الموثقه انا ب 2017 مصورهن هن بسطح بشهر السابع وبالثامن وبالتاسع على حطتني. يعني هذا كان عندنا هذا القفص، واحده المحميه الاولى هاي كانت هاي وحدها بشهر السابع بالثامن بالتاسع، جو الحر طبيعي ما عليها اي شيء، لانه اني الموسم ثابت هنا القفص، البلابل متاقلمه ويا الجو، معوده روحها على الحراره. لكن عندك شرط واحد توفره، وهو راح تقول لي شنو هو، ان يكون مكانهن عكس غروب الشمس، مو الشمس تغرب عليهن. يعني هسه تشوفون الشمس وين؟ هذا مكان الشمس، احنا هسه الساعه ب6 قاعد تغرب الشمس، راح تنزل من تشرق عليهن من هنا. شمس الصبح حتى بالسابع حلوه مو كلش حاره، تجي عليهن يعني ماكو مشكله، وهم ما تطول هوايه، يعني هي ال 12 راح تصير عموديه بعد ما تاثر عليها، احنا مسقفينهن كلهن. بعدها من 12 لحد ما تغرب هي بظهر ناس بظهر الحائط، انت تختار هيك مكان تسوي هاي وحده. اثنين، تخلي هذا الزراعي الاخضر، هذا الزراعي الاخضر استعملته تقريبا بال 2018 بديت اخليه البلابل، شفت نتائج كلش حلوه به، البلابل امنت ارتاحت عليه، قاموا ما يخافون، ظلل الشمس بنسبه 50%، يعني اشعه الشمس قامت توصل قوتها بالنص، يعني مو كلش قويه عليهن، للنص نزلت الحراره مالتها. هاي الشغلتين تقدر تسوي، الشغلتين توفرين يعني عكس غروب الشمس وتظلل بهذا الزراعي. والشغله الاهم مثل ما قلت لك، اذا لك نيه تسويها سويها هسه. خوش هاي شغله. انا وياكم هسه ان شاء الله ايش راح نسوي؟ راح نفلش هذا القفص، هذا القديم، لان هذا القديم القفص سوالنا هوايه مشاكل، هذا السقف مالته سكيبات والسكيبات كلها ختلات، واصلا القفص كان مدقوق للحمام مو للبلابل، ما مرتبه للبلابل انا، فبي فتحات هوايه، خلت هاي الفتحات يعيش بها ابو بريس ويجي بها ابو بريس، وابو بريس عدو للبلابل والعصافير الصغار، لانه ياكل البيض مالتهن او ياكل الفرخ اول ما يطق ويسبب لهم خوف، يعني يخلي البلابل ما مأمنة تترك بعد. المهم ايش راح يصير هسه عندنا؟ ايش راح يصير؟ راح نفلش هذا القفص، خوش، راح نلغي هذا القفص هم راح نلغيه. ايش راح يبقى عندنا؟ يبقى هذا ويبقى هذا، احتمال ابقي او لا. راح ابني هنا قفص قطعه واحده، قفص بطول مالته راح يكون الوجه 4 مترات و30، النزال مالته متر و20، الارتفاع مالته ويا الحائط تقريبا مترتين الا ربع. هذا القفص يتقطع 3 خانات للتكاثر، 3 خانات للتكاثر مقطوعه كل خانه عن خانه اخرى، يعني بحيث اهم شيء ما يتشاوفن. راح انزل جوا خلينا نشوفكم الاغراض اللي جبناهن. هذا البلاويد، هذا القطعه مالته الطول مترتين و40، العرض او الارتفاع مالته متر و20. هذا عازل
للمي، يعني ما يبوط بالمي، وما نقول عازل للحرارة 100%، يعني أحسن مما فايبر خفيف. هذا سعرها الطبقة ب 16,000. زين تلقوها عدة للخشب، جبت 4 طبقات. ليش؟ وحدة راح تكون سقف، ما راح يكفي السقف لأن أنا 34، فناخذ الزيادات من البقية. البقية شنو؟ إن البقية القواطع راح يزيد من عدي من القواطع. القواطع عندنا كم قاطع نحتاج؟ نحتاج قاطعين بين الخانات، لثلاث خانات، والخانة الأخيرة راح نحتاج لها صفاحية وحدة مجهزة لها. هاي سعر الوحدة ب 16,000. هاي وحدة، هاي السيور مال خشب. هذا السير ب 5,000 ويا التشريح مالته. السير مو هاي، هاي التشريح عن السير سويته 3، كل سير سويته 3، الطول مالتها 4 مترات. ب 5,000 ويا التشريح مالتها شرح لك اياها، ثلاث قطع كل سير. زين هم جبت 5، يعني هاي 15 وحده، وانا هم عندي ضام وجبت البراغي، هاي الزعابيل والنرمادات وهذه السوالف، هم ان شاء الله هم انطيكم السعر مالتها. عيني شو وقت راح ندق القفص؟ راح ندق القفص بس عندي هاي تبيض تكمل، لان هي تريد تبيض، انا دار تسحب البيض مالتها، خلي جوه هاي الدايه اللي عندنا جوه. لكن المشكله انه هاي الجو، خلي اشوفكم يا ابقياي، هاي النثيه الدايه اللي مجهزيها ان شاء الله. طبعا هاي الغرفه مخزن، انا ما قلت لكم هاي الغرفه متروكه ما بها احد للامان حتى يامن اكثر. المهم هاي طبعا تركت البيض. ليش؟ لان راح يصير لها تقريبا 8 ايام نايمه على البيض. اكو نثايه ذكيه واكو لا، اكو نثايه تظل نايمه على البيض حتى لو ماكو نبض. بس هاي الطيره ذكيه، انا يعني مجربها قبل، انه من تلقى ماكو نبض يعني بيضها ما بيفرغ تعوفن. هسه 8 ايام عافتهن لان ماكو نبض، لانه البيض ما ملقح زين فعافتهن. فبعد انتظر اليوم لليل خلينا نشوف راح تنام عليهن لو ما تنام. اذا هذه حتى اكسرهن وافلش العش اخليها تجهز من جديد، وهناك ذيك الفوق من تبيض ونضم البيضات ننتظر ويا ما هاي تبيض نخلي لها. فيديو اليوم انتهى، شكرا للمشاهدة، واريد من يومكم اذا عندك ملاحظة او فكرة على الخانات اللي راح نسوينا، اكيد استفاد من خبرتكم اذا انت كنت مشتغلين، حتى نسمع ملاحظات او افكار جديدة بلكت نضيفهن على المحمية مالتنا. تحياتنا.